مساء الخير، مرحبا بكل متابعينا ومتابعاتنا الأوفياء من داخل تونس من خارج تونس. مرحبا بكل الوطنيين الأحرار وبالشعب التونسي الأبي الذي أمن بمسار التنوير الحقيقي والذي يستقي معلومته من مواقع معينة ومن أطراف معينة ويبني من خلالها المواقف ويستخلص من خلالها ما يحدث في تونس. مرحبا بكم نسكل، نعرف اللايف هذا باش يصير عليه برشا تشويش لانه تم الاعلان عليه في العشيه. دونك نحاولوا مع بعضنا قد ما نجموا نبارتاجيو ونتفاعلوا لو ماكسيموم بوسيبل باش نقصوا على الاقل هالموجه نتاع السينيال نتاعهم، والله اعلم شنو يعملوا اخر. دونك احنا على ما ياتي الفيديو هذا قاعد يتسجل كيف كيف، وباش يتعدى من بعد على اليوتيوب ويتعدى من بعد باختو اذا كان في صوره ما قصوا عليكم البث الحي. فما اربع مواضيع هامه باش نحكيو فيها الليله في اللايف نتاع هذا والحلقه هذه التاريخيه. سأعتبرها حلقة تاريخية نظرا لأهمية المعطيات التي ستقدم خلال هذه الحلقة، وباش تكون الحلقة هذه درس أيضا لعديد الإعلاميين اللي قاعدين مسيطرين على المشهد الإعلامي اليوم، إلا زيرو بروفيسيوناليزم، زيرو ناسيوناليزم، زيرو باتريوتيزم. علاش نقول هكا؟ لأنه المشاغل متاع الشعب التونسي الحقيقية اللي ميز معناها أكوتي، ولاهين بالترهات ولاهين فقط يهلوا ويطبلوا ويكبروا ويبرروا ما لا يبرر ويفسروا ما لا يفسر. باش نحكيو اليوم على ثلاثة مواضيع أو أربع مواضيع هامة. باش نبداو بالموضوع الحدث اللي هو الانتخابات المحلية هذه ومتاع الجهات والقاعدية والأقاليم وهذا اللي حكينا فيه قبل للمرسوم متاعها وكل شيء. باش نحكيو بعدها على ظاهرة غريبة وخطيرة اعتبرها اللي هي القتل الممنهج لقطاع الثقافة في تونس. باش ناخذ اكزامبل بسيط تشوفوا من بعد، باش نعدي لكم صور كارثية فيديوهات كارثية لمنارة، منارة فكرية ثقافية معرفية علمية اللي هي المكتبة الجهوية أو المكتبة العمومية بالمنستير، إلا ضاربة في عمق التاريخ التونسي ولا تخرجت منها أجيال وأجيال من الإطارات العليا في مجال الأدب في حتى في المجال العلمي. معناها كانت قاعة مراجعة، فيها قاعة مراجعة للكهول والشباب، فيها قاعات نتاع إعارة منزلية نتاع الكتب للمطالعة، فيها قاعة للأطفال، مكتبة فريمون تربينا فيها وتخرجنا منها. نقول جو دي بيان الجوائز اللي عندي منها قبل والمسابقات اللي شاركنا فيها قبل ودور هالمكتبة هذه وموظفين اللي قايمين عليها والمعلمين اللي موجودين فيها، الإطارات الثقافية اللي موجودة فيها دور كبير برشا في صقل شخصية العديد من الإطارات اللي موجودين اليوم في تونس ولا موجودين حتى في الخارج، لأنه المكتبة هذه كانت ملاذ الأولياء اللي يخليوا صغارهم في العطلة بار اكزومبل يهزوهم 8 ويتعداوا يروحوا بهم نص نهار ويلقاو الرعاية الكافية غادي ويلقاو الكتب الكافية ويلقاو المراجع الكافية. كنز ثمين وثمين جدا من المراجع الغالية ولا مش موجودة ولا تخول حتى للزوالي انه يطالعوا انه يتبعوا انه ياخذ منها اللي حاجته. دونك هذه اكثر من عام ولا عام ونص خرابة المرمى معناها واقفة لمدة أشهر تشوفهم بعد ما بعضنا. هذا هما راهو في ترابط ببعضهم، هو باش لاهي الدولة بالانتخابات نتاع الثمانية فاصل والتسعة فاصل والعشرة فاصل إذا طارت ومسيبه المواضيع الهامة والحساسة هذه. به الموضوع الثالث كما وعدتكم قطاع التربية والمنظومة التربوية والاستشارة نتاع التربية، وهذا الدرس الحقيقي للعديد من الإعلاميين خاطر إلا باش يطرق الملف بمعناها حساس كيما هكا وملف ديليكا كيما هكا ما ينجم كان ياخذوا من جميع الجوانب وما ينجم كان يقدم المعطيات اللي باش نقدمها لكم تو. دونك خلينا نشوفوا هالاستشاره العظيمه نتاع التربيه هذه، شنو هي الارقام نتاعها، شنو هي الاحصائيات الرسميه، شنو جابت، شنو هي القراءات اللي نستخلصوها من خلال الارقام هذه، وبرشا اسئله تطرح وعديد الالغاز التي لم نجد لها جوابا الى حد الساعه. الموضوع الأخير اللي هو موضوعنا الأساسي اللي هو قضية الأستاذة عبير موسي والمظلمة التي تعرضت لها، واللي هو موضوع حديثنا في كل لايف، معناها حتى كان مش نحكيه على الشأن العام وهذا راهو الحصص التنويرية اللي قاعدين نقوموا بها توا على درب ثورة التنوير اللي أطلقتها الأستاذة عبير موسي منذ 3 سنوات، ولا ما زلنا احتفلنا بالذكرى الثالثة متاعها وعلى نفس الخط وعلى نفس الدرب، وهي وصية الأستاذة عبير موسي من وراء قضبان الظلم والبهتان. به دونك هذوما الثلاثة أو أربعة قضايا أو أربعة ملفات هامة باش نطولوا مع بعضنا شوية، لكن باش نتنوروا برشا إن شاء الله من خلال هذه الحلقة المباشرة. قبل ما ننطلقوا في الجزء الأول من هذه الحلقة
خلينا مع هذا النغم وهذه الأغنية، ولسنا مسؤولين عن سوء النية، ولسنا مسؤولين عن ربط هذه الأغنية بأي حالة أو بأي حال من الأحوال أو بأي شخص من الأشخاص أو بأي سياسي من السياسيين. الأغنية دي أغنية عربية ماهيش تونسية، موجودة على اليوتيوب، ما شافوهاش الناس، ما يعرفوهاش، لكن نسمعوها مع بعضنا ونتفرجوا فيها مع بعضنا. أغنية على الانتخابات ما بين السلطة والناخب. هات نشوفوا السلطة شنو تقول في الأغنية هذه والناخب شنو يجاوبها، وتحية للكتب الكلمات متاع الأغنية هذه، وتحية لكم الكل. هات نسمعوا مع بعضنا هذه الأغنية ثم نعود. انتخبونا نغير الدنيا، راح نوزع بطانية، راح نونسكم هالمرة. انتخبونا خي صوت لي ريد الفرصة، كرتات نوزع بالحصة، حتى نوزع حامض حلوة. انتخبونا لا 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 ما نتغل، لا 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 ما نتغل. في جراحة ما وفيتوا، وعدتونا وبس قطيتوا. لا تتعب ما راح انتخبك، ما نتغل واعدنا وتخلف. احنا اهلنا فقات ونرجف، تاكل بيه وصرت اش سمنك. لا 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 طب، لا 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 طب. الجاهل ننطي سيارة، والتاكس نسوي جكسارة، راح يطق كل من ما شايف. انتخبونا شاب زوجة لصاحبته، ويتحقق حلم رافضته، ويأمن قلبك يا الخايف. انت اخبونا لا 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 ما نتغل، لا 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 ما نتغل. لا تعينوا للزوجونة، اسحف عالطاير خلونا، علم ونس للمجاني. صار محتقين احنا هواية، منكم ما نقبض قشاية، عجي الكرسي شقد اداني. لا 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 اشترك بالقناة وانطي لايك وفعل الجرس. هذا تقرير صحفي أو تقرير إعلامي بإمكانياتنا البسيطة قدمناه لكم اليوم. دونك اليوم عملنا دورة انطلاقا من 11:15 ل 11:15 على معظم مكاتب الاقتراع ومعظم مراكز الاقتراع بمدينة المنستير، معتمدين المنستير، ونقلنا لكم الصورة ما عطيناكم بالتوقيت زادة كيف كيف. بطبيعة احنا نحترموا القانون، ما دخلناش صورنا مكاتب الاقتراع، لكن صورنا الشارع البرا، شفنا الناس، شفنا الطوابير الكبيرة العظيمة أفواجا أفواجا مقبلين على الانتخابات المحلية هذه. للتذكير قبل ما نعدي لكم التقرير هذايا، راهو اليوم عطلة، دو ان دو دو الطقس ما شاء الله ربيعي، معناها يشجع على العملية الانتخابية نورمالمون المفروض. المرأة اللي كانت معرقلتنا وكانت تحب تطيح المسار هذايا بالقانون، حطيناها في الحبس، عبير موسي. دونك الساحة فارغة، المحطة الانتخابية دي فارغة، استشارات تجندت، معناها دورات تجندت من ليزي، كل شيء تجند لإنجاح هذه المحطة الانتخابية. الظروف كلها مواتية اليوم لإنجاح العملية الانتخابية، لكن هيك نشوفوا مع بعضنا شنية النتائج متاع هذا الكل. هات نشوفوا الشعب التونسي كيفاش جاوب، وعينا من الشعب التونسي ما نجمعش، هذه على الاقل هنا في معتمدية المنستير. عملنا لكم تقريب 9 ولا 10 مكاتب، هاتوا نشوفوهم مع بعضنا، مراكز اقتراع، هات نشوفوهم بالاسم، كل مدرسة ابتدائية وكل مركز اقتراع، شنو الصفوف والتوابير اللي قدامه متاع الانتخابات. هات نشوفوا هنا راجعين.
عسلامة، مرحبا بكم. تو احنا قدام مكتب اقتراع حي السلام بالمنستير، دونك لتوثيق الاقبال الجماهيري العظيم لهذه المحطة الانتخابية المشهودة اليوم. اليوم قداش احنا 24 ديسمبر 2023، دونك اليوم هنا باش نثبتوا من الصفوف التي طولها طولين وعرضها عرضين بالعربية الفصحى. هذا مكتب الاقتراع حي السلام، طول سيسر. هذا مكتب الاقتراع حي السلام. اذا الجماهير الغفيرة، المكاتب الاقتراع كبيرة برشا، دونك اقبال جماهيري عظيم. مرحبا بكم من جديد هنا في هالدورة هذه. نمشيو الى مكتب الاقتراع بحي البساتين، مدرسة ابتدائية حي البساتين بالمنستير. كيف الحقيقة السيركولاسيون معطلة من كثر الصفوف ومن طول الصفوف. توا قدش الوقت؟ توا 10:15، دونك هات نشوفو. باهي، عفوا، توا احنا 11:15 ولا 11:04. هاي الصفوف طويلة وعريضة، المدرسة فارغة، هذه مدرسة حي البساتين، ما فما حتى انسان تقريبا قاعد يصوت ولا دخل قام بالعمليه الانتخابيه. هذا الاقبال، هذوما راهم المراكز فيهم سور بوبولاسيون، معناها فيهم كثافه سكانيه كبيره برشا. باهي، احنا توا باش نتعداو قدام مكتب اقتراع جديد للمدرسه الابتدائيه لحاله السناء في جنب ليسي جونفي، دونك هنا باش نشوفوا الاقبال الجماهيري العظيم. هذا مكتب الاقتراع، هاو قدامه بنايا وقدامه بطبيعة من الجيش لحراسة مكتب الاقتراع، حتى شخص ما هو قاعد يصوت، فما أمن، فما جيش، فما كل شيء، لكن فما فقط البنايا قاعدين يبني وربي يعينهم إن شاء الله. الساعة 11:22 دقيقة بتوقيت تونس. تو باش نمشيو قدام المدرسة الابتدائية طريق القيروان، هذه المدرسة اللي قريت فيها هاني بالمناسبة، دونك خلينا نشوفوا الإقبال الجماهيري اللي قدام مكتب الاقتراع هذا. وهذا يا مكتب الاقتراع متاع مدرسة حي السلام، فارغ قفرة، فما فقط أعوان الجيش والأمن لحراسة مكتب الاقتراع، ما شاء الله على الانتخابات المحلية. توا 11:24 دقيقة في طريقنا إلى مكتب الاقتراع بحي رمادة بالمنستير. هات نشوفوا الإقبال، هاو توا 11 معناها نهار سي يطلع. هات نشوفوا الإقبال العظيم في مكتب الاقتراع بحي رمادة، إلا هي بالمناسبة تمثل اكتظاظ سكاني كبير برشا، يعني فيها أمبوا إلكتورال كبير برشا هذه في الانتخابات القديمة، دونك نسبة الإقبال كبيرة برشا فيها. هات خلينا نشوفوا في مدرسة حي رمادة شنو فما، وفي مكتب اقتراع حي رمادة الصفوف الطويلة والعريضة للجماهير الغفيرة إلا مؤمنة بالانتخابات هذه متاع المجالس المحلية وانتخابات القرعة والإقليم. هذه المدرسة الابتدائية اللي قلت لكم عليها بحي رمادة، اللي هو فيها اكتظاظ سكاني كبير برشا، فما أعوان الجيش للحراسة وأعوان الأمن للحراسة، المكتب فارغ قفرة، ما فيه حتى مواطن تخلي صوت أو خارج من عملية الاقتراع. إذا هذه فكرة، هذه حي رمادة بالمنستير. هاكم عندكم فكرة على الصفوف الطويلة والعريضة وعلى الإقبال الجماهيري الغفير لهذه الانتخابات، إلا رئيسة الحزب الدستوري الحر دخلت للحبس في جرتها من أجل الطعن في هذه الانتخابات وفي قانونية المرسوم الانتخابي هذا. توا احنا في طريقنا 11:30 إلى المدرسة الابتدائية بحي العمران بالمنستير، زون سور بوبلي، فيها برشا مواطنين، كثافة سكانية كبيرة. هات خلينا نشوفوا الصفوف والطوابير اللي طولها طولين وعرضها عرضين قدام المدرسة الابتدائية بحي العمران بالمنستير. به هذه المدرسة الابتدائية بحي العمران بالمنستير، هنا نشوفوا فما أعوان الأمن والجيش للحراسة، وما فماش مواطنين قاعدين يقوموا بالعملية الانتخابية ولا بالاقتراع متاع الانتخابات المحلية هذه والانتخابات. بون، فما سامحوني، فما ثلاثة خارجين وثلاثة داخلين، سي بيان، دونك فما اكتظاظ كبير لهنا، صف طويل وعريض في المكتب الاقتراع هذايا، ما نغلطوش الناس، احنا الحقيقة ستة من الناس، فما ثلاثة خرجوا وثلاثة دخلوا. به توا 11:07 خارج، هنا في طريقنا إلى المدرسة الابتدائية متاع سقانس المنستير. كيف فيها برشا سكان، فيها برشا نورمالمون ناخبين. هات خلينا نشوفوا الاقبال الجماهيري العظيم على هذه الانتخابات، باش نكونوا معاكم على الغالب، احنا يلزمنا نكونوا مواكبين للحظه هذه للتوثيق، باش ما يقولوش يطلعوا فقط يقولوا ما فما عزوف وفما كذا وفما كذا، لا، هاو بالملموس، احنا تو قريب نص النهار
خلينا نشوفوا الاقبال المكثف. الى حد الان لقينا اقبال مكثف كان في مدرسه حي العمران، فيها ثلاثه كانوا يصوتوا خرجوا وثلاثه داخلين يصوتوا، فيها سته من الناس تبارك الله، معناها صف حتى للضارب حتى للجامعه، يفوت الجامعه نتاع حي العمران. باه احنا توا باش نتعداو قدام المدرسه الابتدائيه بحي سقانس بالمنستي، المدرسة أخلاق وعمل. هنا نشوفوا فماشي صفوف بربي، فما فقط الجيش لحراسة المكتب الاقتراع والأمن، وما فما حتى شيء آخر. دونك احنا اليوم هايك المدرسة فارغة ما فيها حتى حد، هاي قدامها المركز متاع سقانس، مركز الأمن متاع سقانس. دونك هنا شفنا هذه سقانس كيف كيف، ما لقيناش شكون اللي يصوت لخارج من التصويت في اللحظة هذه. هنا قاعدين نتبعوا، احنا تو نص نهار غير اربعة، تو في طريقنا الى المدرسة الابتدائية بحي السعادة بالمنستير، مكتب اقتراع كبير نورمالمون يكون فيه كثافة كبيرة برشا زادة. هات خنشوفوا المدرسة الابتدائية هذية ومكتب الاقتراع هذية، نشوفوا صفوف اللي قدامه، نشوفوا الاقبال الجماهيري الغفير والعظيم، هات نشوفوا هذا الكل وهنا راجعين. احنا تو مقابلتنا انفاس المدرسه الابتدائيه حي السعاده بالمنستير، قدامها الجيش. بون هنا فما مواطن خارج، لا الحقيقه فما اقبال، فما مواطن خارج كان يقوم بالعمليه نتاع الاقتراع، ندوروا على اليمين. دونك هانو الجيش لحمايه مكتب الاقتراع، هذا الاكتظاظ نتاع المقبلين على الاقتراع، على عمليه الاقتراع ما شاء الله. فما مواطن كان يصوت، رصدنا مواطن كان يؤدي في عمليه الاقتراع. توا نص نهار غير ربع، توا باش نمشيو نعملو طلع على المدرسة الابتدائية، مكتب الاقتراع بالمدرسة الابتدائية عبد الله زنيت، يعرفوها الناس كل في المنستير، فيها برشا تلامذة يقراو، برشا بوا الكترال كبير برشا. هيك خنشوفو الجماهير الغفيرة والعريضة اللي واقفة توابير توابير على مكاتب الاقتراع لهنا، هيك نشوفو مع بعضنا وهنا راجعين. باهي احنا توا قدام المدرسة الابتدائية عبد الله الزنيت، هيك نشوفو الاقبال الجماهيري الغفير. هذه مركز اقتراع عبد الله الزنات، باهي فما زوز مواطنين قدام المركز، ما نعرفش صوت ولا باش يصوتوا ولا جوست واقفين يحكيو، وهكا تشوفوا الاقبال الجماهيري الغفير والعريف. دونك هذه كما بقيه المدارس، فيها زوز ربما كانوا يصوتوا او ربما داخلين فقط. باهي نرجعوا في الجوله هذه ونختموا في طريقنا احنا توا للمدرسه الابتدائيه بحي سواني بالمنستير، هات نشوفوا الاقبال الجماهيري الغفير والعظيم في هذه المدرسه الابتدائيه، وهنا راجعين. الحقيقه اليوم ما شاء الله معناها كثره المدارس الابتدائيه دليل على استثمار دوله الاستقلال في قطاع التعليم وفي ميدان التعليم، وعلى وعي المواطن التونسي. كي شفنا هالاقبال الجماهيري العظيم اليوم، المواطن التونسي تحس وفهم شنو حاجته بالضبط، بلاد وين ماشيه. هذا اكبر دليل واكبر رد من المواطن التونسي اللي كنتوا تشوفوا فيه توا، اكبر دليل واكبر رد. هات نشوفوا المدرسه الابتدائيه بحي سواني، مركز الاقتراع بحي سواني ثم نعود. سيدي احنا توا باش نتعداو قدام المدرسه الابتدائيه بسواني، قريب نص نهار توا، هانم اعوان الجيش للحراسه والحمايه واعوان الامن يعطيهم الصحه لتامين العمليه. لكن وين الصفوف؟ لا فما انسان داخل، فما شخص دخل توا المكتب الاقتراع لاداء العمليه الانتخابيه، وفما امن وفما جيش فقط. اش قولكم في العمليه الانتخابيه واليوم الانتخابي المشهود؟ دونك تو يخرجوا من بعد يعطيوكم الاحصائيات الرسميه. بون في اعتقادي كما قلت لكم قبل، الانتخابات هذيا معناها اللي عملها ما يهموش قداش يقبلوا عليها ولا ما يقبلوش، ما يهموش النسب، ما يهمو حتى شيء. دونك حاجته فقط باش تتعدى هذه الانتخابات المحليه، ولا من بعد بالقرعه، ولا من بعد اقليميه بالقرعه، والتور دو رول، وكل ثلاثه شهور مدير اقليم، لكن اللي حكينا فيه هذاك الكل هذاك حاجتهم باش يتعدى فقط. دونك هذاك لوبجيكتيف نتاعهم، واوبجيكتيف يظهر لي اتان بالنسبه لهم هما، لكن هاكا سانونبيش نعديو لكم الحالة شبه العزوف اللي لقيناها اليوم واللي عايناها وشاهدناها مع بعضنا هذه الصبيحة، يعني ما بين 11 ونص نهار وشوية تقريبا، دورة على جل مراكز الاقتراع بمدينة المنستير ومعتمدية المنستير. ويقولوا لي برشا أصدقاء وبرشا إخوة وأخوات في معتمديات أخرى وولايات أخرى وجهات أخرى تقريبا نفس العزوف. اليوم بالمناسبة الأسواق المركزية محلولة كلها، اليوم الناس كل قاعدة تقضي، الناس كل ولا على بالها ولا هممها، تغزر لصوابعهم لتلقى واحد سبعه معناتها ملطخ ملطخ جودي بيان بالحبار هذاك نتاع الانتخابات. اليوم شفنا الحقيقه عزوف شبه كلي وشبه تام لهذه المحطه الانتخابيه. هات نشوفوا مأساة جديده
للدولة التونسية اللي يعيشوا فيها المواطنين، اللي متضررين منها المواطنين، متضرر منها الشعب التونسي بصفة كبيرة وكبيرة برشا. المأساة هذه متمثلة في القتل الممنهج لقطاع الثقافة في تونس. عنا وزارة الثقافة بتم تاميمها، عنا وزيرة تولي وتعزل وتعمل معناها تستعمل في كل صلاحياتها، لكن فاتها هذا الأمر، فاتها أمر المكتبة الجهوية بالمنستير. وش نعطي فكرة لمواطنينا وللناس اللي تبعوا فينا توا، هذه المكتبة الجهوية بالمنستير، المكتبة العمومية هذه، تعتبر منارة من منارات العلم والمعرفة في الجمهورية التونسية وفي ولاية المنستير. علاش؟ لأنه أجيال تربيت في المكتبة العمومية هذه، أجيال تخرجت وهي تقرأ وتطالع وتراجع وتقضي أوقاتها في المعرفة وفي طلب العلم في المكتبة هذه. المكتبة الجهوية هذه اللي بتشوفوها توا والمأساة اللي بتشوفوها توا، هذه كلنا تخرجنا من غادي، كلنا طالعنا وتكوننا من غادي، كلنا معناها استنفعنا من دولة الاستقلال اللي وفرت لنا المراجع هذيك الكبرى لغادي، اللي وفرت لنا الكتب اللي ما نجموش نشريوها من المكاتب، اللي وفرت لنا الموسوعات اللي ماهيش موجودة في المكاتب وموجودة بأسعار غالية برشا. الناس كل استنفعت وتكونت، الناشئة اللي من عمري ومن اللي قبلي ومن اللي بعدي بشوية زدا كيف كيف، الناس كل تكونت وخرجت من غادي. المكتبة العمومية صغرنا الكل عديناه فيها من 6 سنين عمارنا وخمسة سنين من قبل حتى الدخول للمدرسة في قسم الأطفال، وإحنا نطالع ونقرأ ونلون ونعمله. دونك أولياءنا كانوا يحطونا في المكتبة العمومية يمشوا يخدموا ويرجعوا، كي نبدأوا ما نقراوش في العطل هذه، كما وإحنا توا في عطلة توا في العطل هذه، كانت الأولياء تحط صغارها غادي، فما في كل قسم معلم ولا زوز معلمين مسؤولين على الأطفال هذوكم، مسؤولين على المراهقين، مسؤولين على الشباب اللي غادي، يوفروا لهم في المراجع اللي حاجتهم بهم، يعاونوا فيهم، يقيدوا فيهم. هذه المنارة اليوم عندها أكثر من عام ونص، ما نعرفش الفترة بالتحديد، لكن المتساكنين متاع جهة المنستير كلهم يتضغوا ويتشكاوا وكلهم يبعثونا على الخاص بربي تكلموا على هذا الملف. متأسف لأني وخرت برشا في الحديث على هذا الملف، لأنه هكم تشوفوا الساحة كيف نية توا، المشهد الإعلامي، المشهد السياسي كيف نوا. دونك ألا غالب، ألا غالب، لكن ميو فو تار كو جامي. أنا اليوم نقلنا لكم الصورة متاع المكتبة العمومية هذية، نقلنا لكم المأساة اللي فيها، ونقلنا لكم كل شيء. هات نتفرجوا على الريبورتاج هذية ثم نعود به. احنا توا قدام المكتبة العمومية بالمنستير، باش نوريكم بعض المشاهد المخزية لي نعتبرها سياسة الدولة، معناها لأنه المكتبة العمومية أكثر من عام ولا عام ونص توا خرابة كي من هكا، لا قسم إعارة منزلية لعباد مستانسة الوليدات تاخو زوز كتب وترجعهم بعد 15 يوم تقراهم، فما قسم للمراجعة، الناس ما تلقى وين تقرا في ديارها، تجي تقرا في قسم المراجعة. دونك خرابة خرابة، مانيش عارف توجه الدولة هذية وين ماشي، بلا باش يقولوا يقول لك معناها ما تمتش الصفقة كوم الفو مع بوتيتر مع المقاول، بوتيتر صفقة تمت تقبل ما يغلاو الاسعار نتاع مواد البناء. هذا الكل راهو ما يهمش المواطن في حد شيء. المواطن التونسي، ونعرفوا احنا لمدينه المنستير كما برشا مدن اخرى مدينه جامعيه، والاولياء يستثمروا في اولادهم، ومدينه نتاع تربيه، ومدينه نتاع علم، ومدينه نتاع ثقافه. دونك الناس تستثمر في صغارها، معناها المكتبه العموميه هذه كانت ملاذ لهؤلاء الاولياء باش يخليوا فيها صغيراتهم يقراوا ويرجعوا لهم بعد الخدمه يروحوا بهم، الا باش يراجع دروسه ويراجع فيها، الا باش يطالع فيها. فيها بلوزيور، معناها فيها برشا 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 مراجع، بلوزيور انسيكلوبيدي، فما حاجات اللي ماهيش موجوده في المكتبات العاديه ولا ما يقدرش عليها المواطن باش يشريها، معناها انسيكلوبيدي ب 400000 و500000، فيستنفع منها التلميذ لهنا ويستنفع منها الطالب لهنا. اليوم اكثر من عام ولا عام ونص توا، والله ضاع عليا الوقت، معناها وين نتعدى، خرابه خرابه خرابه. هات نتفرجوا مع بعضنا شنو هي المكتبه العموميه نتاع المنستير والاشعاع اللي كان فيها كيفاش ولات اليوم. اي سيدي، هذه المكتبه الجهويه بالمنستير، المكتبه العموميه، اش قولكم؟ تفرجوا بعد كل الايام نتاع المطر، وولايه المنستير سجلت اكثر منطقه معناها صبت فيها الامطار، ربي يرحمنا بالباهي بالباهي. السطح نتاعها كي من هكاكا فوق، وما تشوفوش من هنا الرمل ولا المواد البناء اللازمه وكل شيء. عندها قداش من شهر واقفه، قليل وين ترى بنايه فيها والا ناس تخدم فيها، قليل قليل قليل. اتفرجوا الواجهه نتاع المكتبه العموميه بالمنستير، اللي هي كانت مناره نتاع علم، ومناره نتاع ثقافه، ومناره نتاع كل شيء. اتفرجوا هذه هي المكتبه العموميه بالمنستير. الى متى باش يتواصل الشيء هذايا؟ الله اعلم. اش قولكم يا سيدي؟ هاكم شفتوا بعض المشاهد، وكل متساكني المنستير متضررين من هذه المهزله. يعني الدوله فاش مستثمره؟
بالحق الدولة مستثمرة في قطاع الثقافة والتربية والعلم، وإلا يكذبوا علينا. خلنا نفهموا احنا توا المواطن كيما قلت لكم، ربما هما باش يتحجوا يقول لك على مستوى مركزي، ولا يقول لك على ما فماش معناها صارت بلوكاج، ويقول راهو احنا ما يهمناش المواطن، ما يهموش من اللي بلوكاج هذوما، وما يهموش تفرجوا كيفني، ما يهموش من الشيء هذا. معناها شنو الحل؟ اعطيونا الحل يا اخي. عجزت الدوله ووزاره بتم تعميمها وزاره الثقافه واداره جهويه مندوبيه جهويه للثقافه بالمنستير، عجزت انها تواصل الاصلاحات هذه، ولا ديفيرونس نتاع مواد البناء، ولا ما نعرفش ما وضحوناش هذا حسب اللي سمعته. معناها ما عنديش معلومه معطى رسمي الواهل توا توخرت هذايا، لكن التوخير هذا ما عنده حتى مبرر وما عنده حتى معنى. اليوم الاولياء والمواطنين يحبوا المكتبه العموميه هذه ترجع تخدم، باش يجيبوا صغارهم لهنا يقراوا، وباش يعودوا صغارهم ويربيوهم على ثقافه المطالعه، باش ما يطلعوش صغارهم نتاع دروغ ومتاع انحطاط ومتاع قله تربيه ومتاع قله تحيه. دونك هي الملاذ الوحيد للتوانسه انهم يثقفوا صغارهم، انهم يربيوهم ويربيوا جيل وناشئه جديده على العلم وعلى المعرفه، مش على اشياء اخرى نشوفوا فيها في بعض بلاتوات العار. دونك اليوم الى متى ستتواصل هذه المهزله؟ هاكم شفتوا باش لا هي الدوله، باش لا هي وزارات الدوله، هاكم شفتوا خرابه عندها اكثر من عام ولا عام ونص، وربما اكثر. راهو اللي عنده المعلومه الصحيحه من المنستير ينجم يفيدنا بها ويكتب لنا تعليق لهنا. ومطالبين الحقيقه، هذه راهي رساله جاتني من برشا مواطنين وبرشا متسكنين وبرشا اصدقائي، معناها من الاولياء ومن التلاميذ ومن الطلبه. هذه المكتبه العموميه احنا تربينا فيها بالمناسبه، المكتبه العموميه هذه صغرنا الكل هنا، نطالعوا نقراوا، ناخذوا نعملوا استعاره منزليه نتاع الكتب، معناها نطالعوا ونراجعوا، مستنفعه منها كل الجهه الحقيقه، معناها وكل المتساكنين الجهه. اي شنو تحبوا انتم لهنا؟ اذا كان فضاء كي من هكا، معناها بالاشعاع هذا وبالتاريخ هذايا وبالعراقه هذيا وبالمراجع اللي فيه، ثراء المراجع اللي فيه، اذا كان اليوم يقعد عام وعام ونص واكثر مسكر خرابه كي من هكا، اي شنو تحبوا؟ وين يمشيوا الصغيرات؟ وين تحبوا يمشيوا الصغيرات؟ الوقت اللي كان باش يضيعوا لهنا 4 سوايع وخمسة سوايع يطالع ويقرا هو واصحابه لهنا، وين تحبوه يمشي؟ باش يمشي طفل عمره 12 عام و13 عام للمقاهي، باش يمشي طفل عمره 13 عام و14 عام يتسكع قدام المدارس الاعداديه، كانوا حتى ساعه كروز وساعتين كروز للمدارس القريبه من هنا، يجيوا تلمذات للمكتبه العموميه هذه، يقراوا يطالعوا يعملوا حاجه، يصوروا في الكراريس نتاعهم نتاع السيونس كيما كنا نعملوا قبل. دونك شنو هذا؟ وين واصلين؟ وين يا سياسة الدولة الحكيمة اللي تحب تعطي قيمة للمؤسسات وتعطي قيمة للناشئة الجديدة؟ هذا هو، هاكم شفتوا المشاهد هذه، هاكم طلعتوا، هاكم تفهموا بالضبط سياسة الدولة وين متجهة. ريتوها المشاهد هذه، هذه يقول لك ربما يتعلوا ما فماش فلوس، الفلوس هي مطيشة في البلاد، دونك فماشي بادرة من السلطة الجهوية أنه لم مستثمرين، سيد الوالي لم مستثمرين، ولا لم رجال أعمال من المنستير وقالوا له لا، فما شكون يقول لا؟ ما فماش كون يقول لا. وتستيتوهم وجربتوهم في عديد المحطات السابقة، أهالي المنستير اللي يستثمروا في المعرفة وفي العلم ما يخليوش معلم كي من هكا، وما يخليوش منارة ثقافية كي من هكا مسكرة. دونك ما فماش حتى بادرات انه باش يعوضوا. يا سيدي وقع البلوكاج من الوزارة، وقع البلوكاج مع المقاول، وقع بلوكاج من المندوبية الجهوية، اي لهنا سعيتوش لإيجاد حلول أخرى بديلة اللي هي موجودة، اللي تنجموا كيما قلت لكم المواطنين، نأكد لكم برشا مواطنين ينجموا يعاونوا باللي عندهم، وبرشا رجال الاعمال ينجموا يعاونوا باللي عندهم. قداش باش تكون الديفيرونس في الاسعار هذه نتاع مواد البناء اللي صارت عليها البلوكاج الكل؟ يا اخي ما ينجموش يلموها؟ ينجموا يلموها، لكن اعطيني وذنك، شكون اللي ينجم يسمعك؟ وشكون ينجم يفهمك؟ وشكون ينجم يعرف قيمه هالمعلم هذايا؟ وفما حتى الا يعرفوا، وما نحبش نقول يسعى الى كونه يقعد هكا مسكر ويقعد هكا خرابه، ما نعرفوش لغايه في نفس يعقوب. وهي هما تساؤلات مشروعه ومطروحه في انتظار جواب واضح واجابات واضحه من اهل القطاع. سيده وزيره الثقافه انت معنيه الاولى بهذا الشيء اللي قاعد يصير، سيده وزيره الثقافه انت اليوم عندك وزاره بتم تعميمها نورمالمون تعنى بالشان الثقافي، وهذا معلم ثقافي كبير ومناره ثقافيه تاريخيه عريقه اللي مستنفعين منها المواطنين الكل والمتساكنين الكل متاع جهه كامله، الى متى باش تقعد هكا خرابه؟ الفلوس اللي مستثمرتها الدولة في انتخابات فيها شبه عزوف تام، هنا كنا نعديو لكم في المشاهد اليوم، إذا كان استثمرتها شوية مليارات في هالإصلاح متاع المعلم الثقافي هذا والمنارة الثقافية هذه اللي باش يكون عندها نفع كبير 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 برشا للمواطنين التوانسة، مش كان ربي راهم؟ مش كان خيرة؟ مش كان نفعوا المواطن التونسي خيرة؟ أتفرجوا اتفرجوا المشاهد، وكنتوا تتفرجوا على الصفوف الطويله والعريضه على المحطه الانتخابيه هذه، اش قولكم انتم؟ هذا فاش قاعده تستثمر الدوله التونسيه؟ وشنو ملوحه الدوله التونسيه؟
تفرجوا كيف نية والله العظيم تتعدى من هنا كل يوم قلبك يوجعك كي تشوف الشيء هذا قلبك يوجعك مع الأمطار اللي جات الجمعة اللي فاتت معناتها متواصلة وبكميات تبارك الله غزيرة ربي يرحمنا بالباهي استحرى وشرب بما فيه الكفاية قعد هكاك عنده أشهر التراب اللي فوق والرمل اللي فوق والماتريال اللي فوق راهو شرب بما فيه الكفاية راهو حتى كي باش يجيو يصلحوه توا باش ينادي السطح مرة أخرى والسقف باش ينادي مرة أخرى أتفرجوا مشاهد مؤلمة مشاهد مؤسفة الله غالب هذيك تونس اليوم هذيك تونس الديمقراطية هذيك تونس التعددية هذيك تونس اللي يحبوا عليها اليوم وهذيك تونس اللي يهللولها ويطبلولها ويبندرولها اليوم وينو إعلام القرب ما سمعت حتى مرة ما نعرفش ما ننجمش نجم نكون فلت بتاتر في إذاعة المنستير مثلا لكن ما سمعتش حلقة عملت على المكتبة الجهوية بالمنستير والمكتبة العمومية وطرح المشاكل اللي فيها وطرح حلول بديلة أو اقتراح حلول بديلة لسد هذه الثغرة معناها الحقيقة اللي نعتبرها ثغرة ثقافية قوية برشا يعني هذه معناها عثرة قدام الشأن الثقافي وقدام تربية صغارنا وقدام تعليم صغارنا سمعتش حتى إعلام قرب يحكي لهنا ما سمعتش حتى لا إذاعة أولى في تونس لا إذاعة ثانية لا إذاعة عشرة هاو ملف تنجموا تتلهاو به هاو ملف حارق تنجموا تحكيوا عليه إذا كان بالحق تهمكم تونس ويهمكم الشعب التونسي هذه من أولويات الشعب التونسي اليوم ما نرى كي من هكا خرابة من أولويات الشعب التونسي ومن أولويات المواطن التونسي والتلميذ التونسي والناشئة الجديدة والجيل الجديد الكنوز اللي هنا المتمثلة في المراجع النادرة ومتمثلة في الكتب الغالية اللي حكيت لكم عليها ومتمثلة في هذا الكل توا عام ولا عام ونص ولا أكثر وهي هكا خرابة زعما وين محطوطين هنا راهو تساؤلات ما نعرفوش اسكو الحفظ متاعهم تحفظوا كوم الفو ولا يمشيش نهارت لا ترجع وتتصلح المكتبة هذه أو تغزر لها هكا عين من الدولة نجيو نلقاو المراجع مبلولة ولا كلاها الفار ولا كلاتها الحشرات الله أعلم بها دونك جاوبونا يهديكم ربي وصارحوا الشعب التونسي وهذه راهي من أولويات الجهة لهنا في المنستير ومن الملفات الحارقة اللي يلزمكم تجاوبونا هنا المدير الجهوي أو المندوب الجهوي للثقافة للشؤون الثقافية بالمنستير مطالب أنه يجاوب المواطنين السيد الوالي مطالب أنه يجاوب المواطنين ووزيرة الثقافة مطالبة أنها تجاوب المواطنين ويوضحونا شنو الحكاية الدولة اليوم تغزر لهذه المنارة الفكرية والمعرفية والثقافية دون أن تحرك ساكنا راهو شوف ينجم يكون من الجانب القانوني إلا باش يبرروا به هما ولا باش يتحجوا به ينجم يكون صحيح من الجانب القانوني لكن غير مقبول من جانب الشعب التونسي غير مقبول من جانب التلامذة ومن جانب الأولياء هذا شيء غير مقبول ما نجموش نتقبلوه على غالب على غالب معناه شنو استعصات على دولة كاملة تعرف أشغال باش تكمل في مكتبة عمومية اي باهي وكل مراجع وين هما وكل الناس اللي تخدم غادي كيفاش عملتوا فيهم شو عملتوا لهم معناه الموظفين متاع المكتبة الجهوية شنو هذا وين عايشين هذه عينة من مأساة نشوفوا فيها كل يوم نعيشوا فيها هذه عينة بسيطة من مأساة قاعدين نتعايشوا معاها كل يوم نقطة صغيرة نختم بها في هذا الإطار متاع المكتبة الجهوية أو المكتبة العمومية بالمنستير السيد والي المنستير وقت اللي يستدعوه في بلاتو استدعوه درنير ما وحكيت عليه في EFM يقول لهم هناك من يحن للعقود الغابرة وللعقود الماضية العقود الماضية هي اللي بنتنا المنارة هذه وهي اللي أثتها بتلك الكنوز المعرفية القيمة وهي اللي خلت أو ربيت جيل من الناشئة على الثقافة وعلى المعرفة وعلى المطالعة مش على اللقمة الباردة وعلى الميوعة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المنابر الإعلامية دونك العقود الغابرة يا سيد الوالي ماذا بينا كان تحفظنا ما تبقى منها على الأقل ما نخليوش يتدمر معناه كان احنا غير قادرين في العقود السعيدة الحالية ان نضيفوا حاجة ولا نبنيوا حجرة في قطاع ثقافة ولا في قطاع صحة ولا في قطاع تربية وتعليم أموا ما تخليوها نيش تتلاشى هيك المنجزات متاع العقود الغابرة ومتاع العقود الماضية إلا خرجتك سيد الوالي قاضي ولا خرجتك إطار ولا كان عندها دور كبير في صقل شخصيتك وفي تكوينك ها دونك لهنا بربي رجاء من كل المسؤولين الجهويين والمركزيين انهم كيف يتحدثوا في بلاتوات ومنابر اعلامية يحطوا في مخاخهم الا الشعب التونسي ولا فايق الشعب التونسي عمل ان ايتا دو كومباريزون ما بين العقود الغابرة اللي تحكيوا عليها انتوما ومنجزات العقود الحالية وغزو ما بعد 2011 دونك يعرفوا بالضبط عاملين بيلون توينسا ويعرفوا شنو قدمت العقود الغابرة هذيك اللي نسميوها احنا زمن جميل رغما عن انف الجميع وستظل من الزمن الجميل رغما عن انف الجميع الا كونت وخرجت وعملت وبنات وعلات وعملت هذا الكل الا اليوم في العقود الحالية وفي الزمن الحالي التعيس هذايا نشوفوا في منجزات هذيا
تنهار. نشوفه في المقدرات هذه قاعدة تنهار على مرأة ومسمع الجميع، والسادة المسؤولين لهين بالترهات كما قال هو، قال لهم انتم قاعدين تحكيوا على ترهات سياسية، دونك لهين بالترهات ولهين بالمواضيع الجانبية والسطحية إلى ما عندها حتى قيمة. دونك رجاء من سيد الوالي المنستير انه لفت نظر بسيط لهذا المنجز نتاع العقود الماضية ومتاع العقود الغابرة، اغزروا له هدايا بربي. والشعب التونسي مطالبكم انكم ترجعوا في اقرب وقت، ومتساكنين الجهة الكل مطالبينكم انكم ترجعوا في اقرب وقت هالمعلم هدايا وهالمنارة الفكرية والمعرفية هذية. والسلام عليكم. به الملف اللي وعدتكم باش نخوضوا فيه وباش نعطيكم فيه بعض العديد من المعطيات الدقيقة وباش نحلوها مع بعضنا، لانه التوانسة فما تغييب تام لهذا الموضوع وما فماش طرح اعلامي نزيه ينجم يعطيكم المعطيات والأرقام الصحيحة. موضوع الاستشارة متاع التربية وقطاع التربية بشكل عام هنا باش نحكيو فيه مع بعضنا، حضرت ملف شامل ودقيق ومعطيات رسمية ومعطيات دقيقة، هات نعطيكم فكرة ونحلوهم مع بعضنا. دونك باش نحكيو على أولا الساعة تتفكر وقتها تكوين مجلس أعلى للتربية إلى دعاله رئيس الجمهورية قبل. دونك الفصل 135 من دستور 2022 ينص على تكوين مجلس أعلى للتربية توكل إليه نورمالمون مهمة إصلاح المنظومة التربوية ونتائج الاستشارة، قالك ستنشر في تقرير تأليفي في آخر جانفي. هنا نطرح العديد من الأسئلة، من سيقوم بالتدقيق؟ هل هم من وضعوا الأسئلة نفسهم، نفس الأشخاص اللي وضعوا الأسئلة اللي تم طرحها في الاستشارة الإلكترونية ولا في الاستشارة هذه كمتع التربية اللي ريتوها الناس الكل، وشكونهم اللي وضعوا الأسئلة هذه وبأي نص تم تكليفهم؟ فما نص تم تكليفهم من خلاله ولا لا، أو بموجبه ولا لا؟ هنا الأسئلة اللي يلزمها تتطرح وما تطرحتش في المنابر الإعلامية، لأنه ما فماش اهتمام بالقطاع التربوي، ما فماش اهتمام بملفات الشعب التونسي الحقيقية اللي يلزم يتلهوا بها. دونك وقال لك بعد سيتم عرضه على مجلس النواب به، وبما أنه احنا نعرفوا الفكر متاع السلطة الحالية والمنظومة متاع 25 جويلية وما بعدها، يقوم تقريبا على شعار الشعب يريد. دونك كيما تعمل استفتاء معناها سياسي فاشل، الاستفتاء الإلكتروني السياسي اللي كان فاشل، دونك مش عفناش كانت نتائج متاعه هزيلة، نفكروكم شارك فيه 534,915 مواطن بالتحديد، مواطن تونسي، وأعلى نسبة مشاركة معناها كانت، نعطيكم بعض التفاصيل، قرابة 40% من الشريحة العمرية ما بين 40 و59 سنة. الشريحة هذه نصفها فقط شارك في الاستشارة الخاصة بالتربية، يعني قرابة نفس العدد لم يتجاوز 600,000. دونك تنرجعوا إلى الإحصائيات مع بعضنا بالتفصيل. إذن دونك يقولوا الأستاذ قيس سعيد أعلن عن انطلاق الاستشارة الوطنية للتربية والتعليم نهار 11 سبتمبر 2023 في اجتماع مع الوزراء هذوما اللي باش نذكرهم توا، وزير التعليم العالي، وزير التربية، وزيرة المرأة، وزير الشؤون الدينية، وزير التكنولوجيات والاتصال، تكنولوجيا والاتصال، هذوما الوزراء اللي تم إعلان على الاستشارة متاع التربية بحضورهم رئيس الجمهورية أعلن على انطلاق الاستشارة متاع التربية به. أما اللجنة هذه فتتكون من ممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي والشؤون الثقافية والشؤون الدينية والشباب والرياضة والتكوين والتشغيل ووزارة الاتصال والتكنولوجيا، وممثلين أيضا عن رئاسة الحكومة به. ملاحظة الأولى، فما غياب مهم جدا لوزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، هذه الملاحظة اللي نجمو معناتها ديريكت نلاحظوه، إلا ما لاحظوهاش مالوروزمون وسائل الإعلام بتاعنا. دونك غياب مهم لوزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة اللي هما في علاقة كبيرة برشا بوزارة التربية، ونعرفوا إلا التلاميذ بشكل عام وخاصة التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة إلا العدد متاعهم في تزايد كبير، ما فماش دونك اهتمام بالشريحة هذه متلامذة بأسئلة الاستشارة. دونك محاور الاستشارة هما خمسة اللي أعلنوا عليهم. دونك قالك يقول لك التربية في مرحلة الطفولة المبكرة والإحاطة بالأسرة، اثنين برامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي، ثلاثة التنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكامل بينها، أربعة جودة التدريس والتكنولوجيا الرقمية في المرتبة الرابعة، ويليه في المرتبة الخامسة تكافؤ الفرص والتعليم مدى الحياة. إلى جانب المحاور الخمسة هذه فما ركن تحت عنوان مساحة حرة إلى نورمالمو يعبر فيها المشارك عن أراءه حول مسائل أخرى. هذا ما باش عطيناكم فكرة شنية ليفولي اللي حكاوا عليهم على الاستشارة. دونك عدد الأسئلة هما 20 سؤال دون الخوض في المضامين، باش نعطيكم أنموذج من الأسئلة اللي تم طرحها في هذه الاستشارة متاع التربية.
دونك يقول لك كيف يمكن إرساء نموذج بيداغوجي مبتكر ومتجدد؟ كيف يمكن لطرق التقويم أن تعكس التملك الحقيقي للمعرفة وللمهارات؟ وما هي اللغة التي تقترحها لتدريس المواد العلمية؟ وكيف يمكن تنظيم الزمن المدرسي؟ هذوما تقريبا ظهروا لي من أهم الأسئلة من ضمن 20 سؤال هذوما متاع الاستشارة. هنا ملاحظة يظهر لي لا يمكن الحديث معناها عن الزمن المدرسي دون مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية وتشريك الشؤون الدينية. الحقيقة ما ثماش حتى أهمية لهذه الوزارة في الاستشارة هذه. عديد الأسئلة تطرح لهنا. دونك المدة الزمنية متاع الاستشارة بقات 3 أشهر، الانطلاق متاحها 15 سبتمبر 2023 إلى غاية 15 ديسمبر 2023. وهنا باش نعطيو بعض الملاحظات. دونك فما الثلاثي الاول من السنه الدراسيه 2023 2024، الحملات تواصلت منذ انطلاق السنه الدراسيه في كامل المؤسسات التربويه باستعمال القاعات الاعلاميه، مراكز التكوين والتشغيل الجهويه والمحليه، مراكز الطفوله الاعلاميه، دور الشباب ومخابر الاعلاميه بها، دور الثقافه ومخابر الاعلاميه، المبيتات الجامعيه، الكليات العموميه والجامعات. دونك هذوما كلهم نصب خيمات زاد كيف كيف مع توفير الحواسيب باشراف الولات والمعتمدين، وكل اجهزه الدوله سخرت لهذا الحدث. به كيما دعات كيف كيف وزاره التربيه للقيام بحمله بتشريك منظمه الكشافه لمده اسبوع من 10 ديسمبر 2023 الى غايه 16 ديسمبر 2023. والفترة هذه نعرفوا اللي هي فترة مهمة وفترة حساسة جدا بالنسبة لتلامذتنا والأولياء، لأنها فترة الأسبوع المغلق والتلامذة وقتها يبدأوا مركزين على الامتحانات. دونك حاولت وزارة التربية استغلال هالفترة هذه كآخر حل لها قبل انقضاء الأجال متاع 15 ديسمبر، علما وأنه جرات العادة نعرفوا احنا وقت سومين بلوكي وبري بلوكي جرات العادة في إيقاف كل الأنشطة الثقافية وغيرها في فترة الامتحانات، باش هذا ما يخلقش ارتباك لدى التلاميذ. ونلاحظوا انه الحملة تواصلت حتى بعد انقضاء الفترة الى غاية 16 ديسمبر، يعني هنا فما ضرب عرض الحائط لمصلحة التلميذ الفضلة في عدم تشويش تركيزه. وتوا نلاحظوا انه الاحصائيات معناها تحينت يوم 18 ديسمبر، تنعطيكم قراءة في الاحصائيات. دونك لهنا عدم احترام حتى الاجال اللي تم وضعها لانتهاء هذه الاستشاره. نعطيكم اخر تحيين اللي هو في شفناه في 18 ديسمبر 2023 ل 10:30 نتاع الصباح، نعطيكم كل شيء بالحجه والدليل. دونك عدد المشاركين الجملي 580065، مقسمين ما بين 278631 ذكر و 301434 انثى. هذوما تقريبا قراءة في بعض الأرقام. هنا نلاحظوا باش نعطيكم بعض الملاحظات الهامة. نلاحظوا أنه الفئات العمرية الأكثر مشاركة هي الآتي: واحد فئة عمرية متاع أقل من 15 سنة اللي هما التلامذة متاع الابتدائي من 6 سنوات والإعدادي من 12 سنة حتى ل 15 سنة الكوليج معناها والبريمير. دونك على نسبة مشاركة مقدرة ب 43.3% أي نصف المشاركين تقريبا. دونك الفئة الثانية اللي هما من 16 سنة حتى ل 20 سنة اللي هما تلاميذ المعاهد الثانوية، ولا نسبة المشاركة متاعهم كانت مقدرة ب 21.7% تلاميذ الابتدائي والثانوي. دونك عندك نعطيكم الأعداد الجملية متاع التلامذة ما بين الثانوي والابتدائي اللي هي مقدرة ب 2.3 مليون تلميذ اللي هما عادوا إلى مقاعد الدراسة في كافة المدارس الابتدائية والإعداديات والمعاهد سنة 2023 و2024. يعني حسب التقريب 300 ألف تلميذ شاركوا من ضمن 2.3 مليون رغم تسخير كل الإمكانيات. وهنا نجموا نفهموا أنه تم تسخير فعلا كل الإمكانيات، وهنا إذا كيف كيف نجموا نفهموا عدم وجود قاعات إعلامية وحواسيب في العديد من المدارس سواء في المدن أو في الأرياف بطبيعة، لذا لم تتمكن من المشاركة مثلها مثل بقية التلاميذ في بقية الجهات. يعني البلايس اللي ما فيهمش قاعات للإعلامية وحواسيب معناها مهيئة هذوما ما كانش عندهم الحق في المشاركة في هالاستشارة هذه كما بقية الجهات، ويحكيوا على مبدأ تكافؤ الفرص وتناسف الفرص معناها حتى في إبداء الرأي وين هو تناسف الفرص وين هو تكافؤ الفرص به.
وعن أي رقمنا يتحدثون؟ يقولون وزير التربية الرقمنا والرقمنا والرقمنا، وين الرقمنا؟ وما عندكمش معناها، عندكم برشا مؤسسات تربوية ما هيش مجهزة بحواسيب وما هيش مجهزة بقاعات إعلامية. باهي نمشيو للفئة الثالثة، الفئة العمرية اللي هي بين 31 و 40 سنة، اللي نسبة المشاركة متاحها قدرت ب 8.8%، تفكرنا بنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية السابقة. به الفئة الرابعة اللي هي الفئة العمرية ما بين 41 عام إلى 65 عام، اللي هي مقدرة ب 20.2%. هذه نعطيكم قراءة بسيطة. به نمشي نعطيكم فكرة على عدد المعلمين والأساتذة اللي هما 156,234، وعدد النواب اللي هما قرابة 8,000 ما بين ابتدائي وثانوي، وهذه معطيات صحيحة، تأكدوا كان خذتوا من عنا معطيات، رأي معطيات دقيقة وصحيحة، ما نتلعبوش بالرأي العام وما نعطيوش ما نبثوش مغالطات. به دونك لهنا السؤال اللي يطرح، هل شاركوا هذوما الأساتذة والنواب، الأساتذة النواب والمعلمين النواب، هل شاركوا؟ البغدير يتحدث اللي هو وزير التربية يتحدث عن المشاركين وكأنه الاستشارة تخص وزارة التربية فقط لا غير، أوركو عندك عدد الطلبة في القطاعين العام والخاص خلال الموسم الجامعي 2022-2023 ما يقارب 305,635 طالب، 14.7% منهم ينتمون إلى مؤسسات جامعية خاصة، هذه بعض الأرقام للشعب التونسي باش يبدأ فاهم. به دون اعتبار عدد الأساتذة الجامعيين، لأنه ما فماش إحصاء واضح ودقيق صادر عن وزارة التعليم العالي، دونك نحبوا نسألوا لهنا هل شاركوا هذوما كلهم المكلفين بهالقطاع متاع التربية والتعليم العالي. بالنسبة لترتيب الولايات، المشاركة في الاستشارة كانت الترتيب معناها يقارب الترتيب متاع النتائج الوطنية للبكالوريا، دونك ما غير ما نذكروا شكون الولايه الاولى، الولايه الثانيه، الولايه الثالثه، عندك الولايه الاولى مستير صفاق سنابل سيدي بوزيد تونس القصرين باجا بن عروس، هذوما تقريبا المراتب الاولى في المشاركه في الاعداد اللي نعتبرها هزيله في الاستشاره هذه نتاع التربيه. دونك هات نشوفوا ردود فعل المجتمع المدني من الاستشاره، لانه كيف نخدموا خدمه ونعملوا تقرير، نعملوا لكم تقرير بروفيسيونيل، هم مش نعطيكم الاطراف الكل المتداخله في الاستشاره هذه، حتى النواب نتاع مجلس النواب نتاع مناول نعطيكم موقف النقابات كيف كيف والمواقف كلها، باه لانه كي نعملوا دراسه الحاجه نعملوها دراسه متكامله، ولا ما نخرجوش نتكلموا فقط لتبغضيغ، لا نعطيكم نقدموا في الاخر حلول ونعطيو قراءه دقيقه لما يحدث في بلادنا في كل قطاع. هيك نشوفوا ردود فعل المجتمع المدني من الاستشاره هذه ونشوفوا موقف النقابات. دونك الجامعه العامه اللي هي تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، اكدت الجامعه العامه نتاع التعليم الاساسي انه الاعلان عن الاستشاره في هذه الظروف بالذات هو ناتج عن المزاجيه المتقلبه والانتباعيه الفاقده لكل بوصله، هذا موقف النقابة، وأن ما سيتمخذ عن هذه الاستشارة لن يكون بالضرورة خادما للتربية فقد يشكل خطرا على عمومية التعليم، هذا موقف النقابة. وشدت الجامعة كيف كيف على أنه إيكال مهمة المصادقة على نتائج الاستشارة إلى المجلس الأعلى للتربية الذي لم يرى النور يثبت مرة أخرى الحرص الشديد على تجاوز النقابات وإقصائها. وهنا دعوة للنقابة وللاتحاد العام التونسي للشغل، إيقاف النضال في صمت اللي قال لنا عليه سي نور الدين طبوبي. به دونك مازالت الجامعه العامه للتعليم الثانوي لم تعلن عن موقفها من الاستشاره التربويه، نستناو لعل تخرج الجامعه العامه للتعليم الثانوي، خاطر الموقف اللي كنت نعطي فيه يخص الجامعه العامه للتعليم الاساسي. به هات نشوفوا تنسيقيه النواب شو يقولوا، لا يعقل الحديث عن مثل هذه الاستشارات في ظل الوضعيه المهنيه المزريه لعدد من النواب، ويتساءل النواب لهنا عن أي مساواة في الحقوق والواجبات تتحدثون، وعن أي استشارة تتحدثون، لا يمكن بأي حال من الأحوال المضي في هذه الخطوة، والحال أن الوضعيات المهنية والاجتماعية للأساتذة النواب ما زالت على ما هي عليه، والناس الكل تعرف وشاف التحركاتهم وغطيناها في الإذاعات قبل واخذنا منهم بورت بارول، وسمعنا بالحق ناس معناها تقاسي وتعاني، ما انت عديت جماعه في الاذاعه الا خدموا عام ونص وعامين وثلاث سنين وما خلصوش، دونك فما ان فيغيتابل بروبليم انستاليه لتوا القول حل بالنسبه للاساتذه النواب وللمعلمين النواب. نمشيو للمنظمه الدوليه لحمايه اطفال المتوسط اللي تقول لك لا لاجبار التلاميذ على المشاركه في الاستشاره، ماهيش راهي طوعا ماهيش اجبار،
وقد أصرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط يوم الثلاثاء 3 أكتوبر بالتحديد 2023 بياناً أصدرته سجلت فيه بعض الاحترازات التقنية والفنية التي تشوب الاستشارة الوطنية حول إصلاح التعليم، وندت ما بين معاقفين إقحام التلاميذ فيها بطريقة عشوائية. دونك المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تقول مشاركة التلاميذ في الاستشارة الوطنية يجب أن تكون طواعية ولا يجب أن تمس من السير العادي للدروس. الفوضى التي تصاحب هذه الاستشارة لا يفقدها قيمتها وجديتها به. ورفضت في هذا الإطار تعليق الدروس في المؤسسات التربوية بحجة تنظيم يوم الاستشارة وإجبار التلاميذ على الحضور والمشاركة فيها، وقالت حرفيا طبيعة المشاركة يفترض أن تكون توعية ولا يجب أن تمس من السير العادي للدروس في ظل عدم التحاق عديد الأساتذة والمعلمين إلى اليوم بقاعات التدريس، وهو ما سبب ضررا إضافيا للتلاميذ. هذايا وفق المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، باش نكونوا واضحين معاكم به. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط أيضا تقول نطالب وزارة التربية بتحديد موعد موحد لهذه الاستشارة في كل المؤسسات، وتكون خارج أوقات التدريس، ويكون حضور الولي مع ابنه إجباريا، الولي وولده يلزم يكونوا حاضرين. دونك فما خرق لمبدأ احترام المعطيات الشخصية، احترام المعطيات الشخصية الموجودة على صفحات الرسمية للمندوبيات وزارة التربية. صور التلاميذ شفناها معناها بصدد المشاركة في الاستشارة، وهنا نذكروا العبير موسي اللي هي في الحبس اليوم تهموها بكشف المعطيات الشخصية. وينو احترام المعطيات الشخصية متاع التلاميذ؟ ونعرفوا لفما قانون معناها يجزم باحترام معناها المعطيات هذه وبعدم تصوير التلاميذ دون سن 18. كما طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط بالكف عن نشر صور التلاميذ المشاركين في الاستشارة داخل المؤسسات التربوية، باعتبار أن ذلك الموضوع ممنوع قانونا ويمثل تعديا على خصوصياتهم وإلى ضرورة الحصول على ترخيص أبوي. دونك النظام هنا لا يحترم حقوق خصوصيات الأطفال ولا الكبار. شفتوا شنو صار العبير موسي في هذا الصدد به. نمشي وهذايا البيان، احنا كل شيء بالمكشوف. هذايا البيان متاع المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط اللي كنت نقرأ لكم في أهم النقاط اللي فيه. به نمشي وتصريح ناجي جلول. ناجي جلول اللي هو رئيس الحزب الائتلاف الوطني التونسي، وكان وزير تربية سابق، وزير تربية وتعليم سابق، اللي هو في تصريح للعربي الجديد يقول أنه هذه الاستشارة هي إهدار للوقت وللمال العام، لأنه تم إنجاز حوار وطني شامل وعام بين الأساتذة والمعلمين والمربين والتلاميذ والأولياء والمجتمع المدني والسياسي والنقابي، وشارك فيه قلك جميع المتدخلين، ونتائجه موجودة في مكاتب وزارة التعليم. أطنان من الاستمارات وقد تم تلخيصه في كتاب أبيض يتضمن التشخيص والحلول. هذايا ما يقوله ناجي جلول، ونعرفه اللي احنا ناجي جلول مواقفه مؤيدة لمسار 25 جويلية، سمعته في برشا مداخلات إذاعية. دونك هذايا موقفه من الاستشارة متاع التربية. نمشيه المجلس النواب متاعه متاع 2022 اللي انتقد الاستشارة، باش نعطيوكم معناتها أجمع النواب معناها خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في ميزانية وزارة التربية التونسية لسنة 2024 على أنه حرفيا لا جدوى من الاستشارة الوطنية المتعلقة بالإصلاح التربوي في ظل ما تعيشه المدرسة العمومية اليوم من صعوبات ومشاكل مقابل محدودية الموارد المخصصة للوزارة. ونمشي النائبة ألفة المرويني شنو تقول؟ قالت أنه وزير التربية قال أن العدوان على غزة كان له تأثير على نسبة المشاركة في الاستشارة الوطنية حول الإصلاح التربوي، وهنا نتسألوا هل هو إقرار ضمني بفشل الاستشارة؟ وفي اعتقادي نعم. ومن يتحمل مسؤولية هدر الوقت والأموال المخصصة لهذه الاستشارة؟ كما انتقدت النائبة هذه ما اعتبرته بيع الأوهام والمشاريع الوردية الحالمة في تصريحات وزير التربية الإعلامية عن حديثه على شعارات المنظومة التربوية ورهانات الرقمنة ومدرسة تونس المستقبل، وتسألت كيف عن أي رقمنة تتحدثون، والمدرسة العمومية اليوم تفتقر لأبسط المقومات الأساسية كما التباشير والضوء والكهرباء وسبورات غير بالية، سبورات كلها كلها السوس. دونك النائب كيف مليك كمون يقول ما الجدوى من استشارة وطنية حول الإصلاح التربوي في ظل هالميزانية الضعيفة
المخصة لوزارة التربية ويسأل هل هناك خطوات قادمة مبرمجة من طرف الوزارة انطلاقا من مخرجات هذه الاستشارة. نمشي الرأي رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ رضا الزهروني اللي هو كان ضيفي في مداخلات تلفزية وإذاعية سابقة، شنو يقول في مداخلة هاتفية في برنامج ميدي شو نتاع نهار الجمعة 6 أكتوبر 2023، نعطيكم بالتحديد كل شيء. يقول أنه فتح المجال أمام كل الأطراف المتداخلة في المنظومة التربوية لإبداء الرأي من خلال استشارة وطنية صحيح هو خطوة ناجحة للإصلاح لكنها غير كافية وفق تعبيره، وقال يجب النظر إلى الاستشارة كآلية لتدعيم إصلاح الشأن التربوي لا كالركيزة الأساسية. هذا الموقف احنا اعطيناكم المواقف الكل اللي احنا نتفق معها ولا شخصيا ما نتفقش معها، باش تبدأ صورة مكتملة للرأي العام وللشعب التونسي، لأنه فما تعويم إعلامي كبير على هذا الملف لأنه تطرح من طرف الرئيس ورهن عليه رئيس الدولة. به هاد نمشيو توا في هذا البلد، الاستشارة هي في اعتقادي عنوان مستهلك ل معناها تقزيم المواطن، لأنها تنزل عليه من فوق معناها وتطلب منه أن يجيب فقط، هي إجراء أعتبره تسلطي، الغاية متاعه هي البهرج الإعلامي، معناها فماش ندوات تعقدت لبسط الفرضيات، لتتبع المتغيرات، لطرح نقاش أو نقاشات متاع كيفية جمع المعلومات أو بناء الاستشارة نفسها. البوغديري شنو قال وزير التربية عن نسبة المشاركة، علما بأنه معناها شنو قال هو، قال علما بانه عرفوا قال حول الاستشاره الالكترونيه السياسيه بانه تم اختراقها، تتفكروها وقت التصريح هذاك انه تم اختراقها من اطراف معلومه ليه لافساد الجو الديمقراطي في تونس. باهي هذه يحكي على الاستشاره الالكترونيه السياسيه السابقه، تتفكروه التصريح هذاك وقتها قالوا لنا كونه تم قرصنه الاستشاره موقع الاستشاره الالكترونيه. زعما توا البوغديري شنو باش يقول على نسبه المشاركه هذه، شنو قال لكم؟ هات نعطيكم، قال لكم غزه هي السبب. أكد وزير التربية محمد علي البوغديري على أن الإقبال على الاستشارة الوطنية لإصلاح منظومة التعليم ما زال ضعيفا، هذا نعطيكم التصريحات الأخيرة متاعه قبل ما توفى الاستشارة، إلى حد الآن مرجعا ذلك إلى تزامنها مع انطلاق الحرب على قطاع غزة. الله الله. وقال وزير التربية إن نفسية التونسيين تأثرت سلبا مع هذه الحرب بالنظر إلى تجذر روح القضية الفلسطينية في الوجدان التونسي، مشددا في ذات الوقت على المضي قدما في هذه الاستشارة التي تتأسس على مبدأ التشاركية. هنا نقول من شابه رئيسه ما ظلم. به نعطيه بعض الملحوظات الأخرى. دونك ما انت شفتوا تجارة بالقضية الفلسطينية وصلت حتى لتبرير فشل الاستشارة متاع التربية، معناه بكل ثقة في النفس، معناه سبب فشل استشارة التربية هو انشغال المواطن التونسي والتلميذ التونسي بالقضية الفلسطينية. تيماكم جيتوهم للمدارس وماكم قداش من حصة تعليمية وقفت وقداش من دروس توقفت وكل شيء على الاستشارة هذه، وعطيناكم الأرقام المخزية اللي نعتبرها مخزية شخصيا. دونك نحب نعطي بعض الملحوظات أيضا لوزير التربية، لسيد وزير التربية ولوزارة التربية والقائمين عليها. رأوا القانون التوجيهي متاع 2002 هو قانون، لذا لا يمكن إلغاؤه إلا بقانون، وإذا اللي فهمتوني. وفي نهاية المطاف نقولكم إلا نحن لسنا في حاجة إلى استشارة، قطاع التربية موش في حاجة إلى استشارة ولا إلى إصلاح تربوي، احنا في حاجة بلوتو إلى نقلة نوعية جدية لتغيير المنظومة وللقيام بتحويلها، نحكيو على الترانسفورماسيون دو ليدوكاسيون، وخاصة في ظل الوضع الصعب اللي تعرضت له المنظومة التربوية بشكل عام بعد 2011. نذكركم ما فماش مدارس تزادت، ما فماش مؤسسات تربويه تصلحت وترمت. هات عطيونا كان فما يفو كونكريتيزي الاصلاحات هذيا. مشيت وريت وعملت حملات صحيه في مدارس تربويه في عديد الجهات، ونعرف معناه في عمق المدن وفي عمق الريف برشا مدارس قايله للسقوط. نعرف اش قاعد نقول، راهو موثق هذايا، ماناش نحكيو عن فراغ. دونك مدارس قايله للسقوط، حيوت تسخف، سقفات هيكم شفتوها كيفنيه. دونك يحكيوا على استشاره تربويه، كان مشيتوا الفلوس اللي خصصت للاستشاره خصصتوها للاصلاح واصلاح البنيه التحتيه ولرقمنه المؤسسات، مش حتى نوصلوا للرقمنا، هاتنا توفير قاعات اعلاميه في المدارس الاعداديه وفي المدارس الابتدائيه، وتوفير حواسيب لصغيراتنا لما يعرفوش مازالوا فما شكون ما يعرفوش شنو معناها بي سي، شنو معناها كمبيوتر، شنو معناها لابتوب، شنو معناها حاسوب. هات نمشيو معناتها هات الميزانيه هذه، هات نخصوها للشيء هذا، هات نخصوها لتوفير مسالك في الارياف،
مسالك يمشوا فيها التلامذة في المطر وفي الواحد باش يوصلوا للمدارس نتاعهم، هات نوفروها لتوفير النقل اللي قالونا باش يكون متوفر لكل التلاميذ، وما عادش باش تشوفوا الحوادث نتاع الفيضانات هذيك تهز تلامذتنا وهما ماشيين يقراوا. هات هو الاهم، بلا قالوا استشاره بلا قالوا واحد. دونك نعرفوا احنا القطاع التربوي، المنظومه التربويه تعرضت لي العديد من العراقيل في العوامل الاخرى، دونك الكوفيد، دونك عامين من الكوفيد خساره فادحه لتلامذتنا في برامجهم التربويه، الاضرابات المتتاليه كان عندها وقع كبير على التكوين نتاع التلامذه في العوامل الاخرى، الشغورات لما موقعش تسديدها معناها قرابه 10000 شغور دون اي تسديد، نحكيوا على ايقاف الانتدابات، على تشغيل هش معناها نحكيوا على غياب تام للملمح المثالي للمربي في ظل التطورات الفكريه والتكنولوجيا اللي قاعده تصير في العالم. قطاع التربيه يستحق وقفه حازمه، هذه اللي نقولها لكم، لا يستحق استشارات ولا يستحق معناها اهدار مال العام ولا يستحق الشيء هذايا، يستحق ثاني ركبه ويستحق فولونتي بوليتيك ويستحق اراده سياسيه صادقه للنهوض بهذا الشان. واحنا نعرفوا اكدت لكم قبل كونه الحزب الدستوري الحر عرض لي برنامجه المفصل في قطاع التربيه والتعليم، دونك حتى حد ما سمعوا، حتى من منبر اعلامي مع الداه للتوانسه، وشوفوا انتم الحاله اللي قاعدين نعيشوا فيها في المنظومه التربويه اليوم، وشوفوا برنامج الحزب الدستوري الحر لشنو يرمي بهذا القطاع، لكن غياب تام، لا حياه لمن تنادي. نحب معلومه في الختام تاع الجزء هذا التربوي ننسيقها باحترام شديد، سيد وزير التربيه سمعتوا انتم اللي هو الغى التفرغ النقابي ودعا الى الغاء التفرغ النقابي. نحب نقول لكم ان السيد وزير التربيه محمد علي البغديري قبل ما يولي وزير التربيه كان متمتعا بهذا التفرغ النقابي، مخيبها الوزاره ومخيبها المناصب كيف تجي الانسان تحوله وتبدله 360 درجه، وهو بيدو كان نقابي وكان قيادي في الجامعه نتاع التعليم، دونك وكان قيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل قبل ما ينسلخ وقبل هذاك الكل، وكيف كيف تعامل مع اليعقوبي و بون تفاصيل أخرى يعرفوها أهل النقابة وأهل القطاع من جامعة التعليم. فقط هذا عندي منقول في قطاع التربية والتعليم، وهذا درس، هذا الباساج هذا 25 دقيقة ولا 26 دقيقة هذوما درس للعديد من الإعلاميين والمنابر الإعلامية كيف تخدموا ملف أو كي تفتحوا ملف أو كي تحكيوا في ملف، يا تحكيوا في هكا يا بلاش، هي تعطيه للمواطن فكرة شاملة وتعطيه معطيات دقيقة باش ينجم يبني عليها هو دي كونكلوزيون، باش ينجم يبني عليها هو يستخلص منها نتائج، باش ينجم هو يبني عليها حكم، باش ينجم يعطي معناها استشراف، باش ينجم ينقد، باش ينجم يقول هذه سياسة حكيمة ولا هذه سياسة بالية وخاطئة. دونك يا تعطيه حاجة هكا شاملة توثقوا له، وإلا ما تحكيوش فيها القطاعات هذه حساسة راهي. ونعرفوا إلى بعد 2011 قطاع التربية كما قطاع الصحة كما قطاع حقوق المرأة هما المستهدفين بعد 2011، لا لشيء إلا لأنهم ركائز اللي تبنيت عليهم الدولة الوطنية دولة الاستقلال، وهذوما اللي استثمر فيهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة والاتحاد العام التونسي للشغل وقت اللي كان يخدم جنبا إلى جنب مع الحزب الدستوري الحر للنهوض بهذه البلاد ولإخراج المستعمر. هما الثلاثة قطاعات اللي هما مستهدفين بعد 2011، مستهدفين من غزاة ما بعد 2011 وإلى اليوم نلاحظوا استهداف هذه القطاعات. إن شاء الله ما تولتش عليكم برشا في هذا الملف. به إن شاء الله تكون مختلف الفقرات اللي أعددناها واللي قدمناها لكم على المباشر الليلة، إن شاء الله تكون نالت إعجاب الجميع، وإن شاء الله قدمت إضافة على الأقل وأنارت الرأي العام وأنارت العديد من التونسيين. هذا راهو كلمتنا نعتبروها أمانة، التنوير اللي قاعدين نقوموا به نعتبره أمانة. ما تتخيلوش قداش ياكل وقت، ما تتخيلوش قداش ياكل تحذير، ما تتخيلوش قداش ياكل متابعة وقداش ياكل معناها جهد كبير، لكن هذا نعتبره واجب وطني مقدس. به نتعداو للملف الأخير اللي هو ملف الأستاذة عبير موسي. عبير موسي لليوم في السجن، عبير موسي أكثر من 80 يوم مطيشة في الحبس التو، حتى حد ما يعرف علاش التو، حتى حد ما يعرف شنو هي التهمه اللي يحبوا يلصقوها للاستاذه عبير موسي. بون مش باش نرجع للكلام اللي قلته، لانه كل ليله تقريبا نعملوا لايف على الاستاذه عبير موسي، كل ليله نذكروا ملف الاستاذه عبير موسي في اي حلقه تنويريه نقوموا بها، في تدويناتنا، في مقالاتنا، في مشاركاتنا التلفزيه في الخارج، باختو. دونك مانيش باش نرجع للتفاصيل، لكن
اون فا ريكابيتولي نذكركم باللي قالته هيئه الدفاع مؤخرا بعد تقديم مطالب الافراج الممضاه من طرف عميد المحامين وهيئه الدفاع عن الدفاع وهيئه الدفاع عن الاستاذه عبير موسي. دونك ننتظروا نورمالمون غدوه اخر وقت باش نجموا نعرفوا نهار الثلاثاء الصباح نجموا نعرفوا مآل هذه المطالب مطالب الافراج. هل هنالك موافقة مباشرة؟ هل هنالك موافقة ضمنية؟ هل هنالك رفض؟ هذا الكل باش تعلمنا به هيئة الدفاع عن الأستاذ عبير موسي وباش يخرجوا المحامين إن شاء الله ويعطيونا آخر المستجدات في هذا الملف. احنا نتمناو إنه السلطة توقف هالفليو اللي قاعدة تعمل فيه، توقف هالمظالم اللي قاعدة تعمل فيها وتفرج عن الأستاذ عبير موسي لأنها لم ترتكب أي ذنب تعاقب عليه. تو سامبلومون باش نحكيو من الناحيه القانونيه ما فما حتى ذنب ارتكبته عبير موسي تتحاكم عليه وتتحال على خاطره وتقعد اكثر من 80 يوم ما تراش صغارها ما تراش ناسها ما تراش قيادات حزبها ما تراش الشارع ما تراش النور. تعرفوا شنو معناها حبس والظروف هذيك وكل ايام الممطره وسمعتوا الحاله نتاعها كيفاش تدهورت بس معناتها نحكي جسديا وسمعتوا هذاك الكل لكن ما نتصورش انه عبير موسي اقترفت اي جرم يستحق الشيء هذا. دونك عبير موسي الجرم اللي اقترفته ونعود نقولوه مره اخرى هو فقط انها كانت وطنيه ودافعت على بلادها ولم تفرط في سياده بلادها واتخذت منهجا واضحا في الذود عن الوطن. اتخذت منهج واضح في محاربه كل التيارات التي تهدد امن تونس، في محاربه كل الاخطبوطات التي تنتهك السياده الوطنيه، في محاربة كل المنظمات والتنظيمات الدولية اللي عندها علاقات بتنظيمات إرهابية وغيرها اللي دخلت لتونس واستشرات في تونس وغسلت الأدمغة في تونس وعملت ما عملت من 2011 لليوم في تونس ولا لليوم لم تحاكم ولم تحاسب واليوم بكل سفاقة يتحدثون عن ملفات عبير موسي وينسبونها لهم. هذا اللي يغيظك أكثر كون عبير موسي اتضربت اتعنفت تهتك شرفها تهتك عرضها صار اللي صار الكل هذاك واسقطت برلمان الاخوان اسقطت برلمان الاخوان رفقه الكتله الصماء نتاع الحزب الدستوري الحر تحت قبه البرلمان باش من بعد يحطوها في الحبس ويخرجوا يتكلموا عن ملف الجمعيات المشبوهه وعن ملف الجمعيات الارهابيه وعن ملف التمويل المشبوه وعن الملفات هذه كلها وتناسوا ونسوا انه المراه عملت كل ما يمكن القيام به من تحركات قانونيه، تقديم قضايا جزائيه، بالحجج بالمؤيدات، تنوير الشعب التونسي، الظهور الاعلامي وفضح تلك المخططات، الظهور الميداني وقت لما فماش حتى استجابه من الطرف الاعلامي ولا الطرف القضائي ولا الطرف السياسي، توجهت لرئاسه الحكومات، حكومه وراء حكومه، توجهت لرئاسه الجمهوريه، جمهوريه وراء جمهوريه، توجهت لهم الكل، الناس الكل، لا من مجيب. طفاوها لانه كانوا في سحبه العسل مع الخوينجيه، ناس كل طفيتها، ناس كل تغلق القضايا في المحاكم، واليوم يحطوها في الحبس، ومن بعد يخرجوا بكل سفاقة يتحدثون عن الملفات التي حاربت من أجلهم عبير موسي. دونك، اليوم احنا في انتظار نهار الثلاثاء إن شاء الله، للاستماع إلى هيئة المحامين عن الأستاذ عبير موسي، هيئة الدفاع عن الأستاذ عبير موسي، باش نعرفوا إذا تم الموافقة على طلب الإفراج هذا ولا لا. ومشكورة عمادة المحامين ومشكور سيد عميد المحامين إلا وقع على هذا المطلب نتاع الإفراج ولا متبني قضية الأستاذة عبير موسي وهذا ما نتمناه وهذا إلا دعينانه داير لأنه هذه محامية مباشرة تابعة الكور دي زافوكا دونك ما ينجموا ومثل ما تعرضت لها فيها خرق واضح للإجراءات وفيها خرق لكل قوانين الدنيا والآخرة دونك ما ينجموا كان يكونوا إلى جانب الأستاذة عبير موسي حتى مش سياسيا قانونيا وأخلاقيا به. احنا في انتظار يوم الثلاثاء ان شاء الله فعلوا الهاشتاج نتاع سيب عبير راهو عنده دخل كبير وعنده دور كبير برشا 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 في مسار الملف نتاع الاستاذ عبير موسي تبارك الله وصلنا ل 38000 تقريبا هاشتاج سيب عبير لكن نشوف بليزيور هاشتاج اخرين مكتوبين بالغلط اللي وصل فيهم ال 10000 ولا وصل فيهم ال 16000 و17000 لا مش هيك تحط دياز ما تعملش اسباس سيب ما تعملش اسباس تيري بالويت لوطانيه ما تعملش اسباس عبير فقط هاتو يطلع لك قداش وصل النومبر نتاع الهاشتاج ديريكتومون ما تعملش حتى اسباس تنزل معناها اونفوييك الكومنتير هذاك والا بوبليي الكومنتير هذاك تو يتعدى لك هاشتاج صحيح ويتمركب بالنسبه لاداره الفيسبوك دونك هذه فقط نقطه للاعلام. هات نعملوا تلخيص لهذه الحلقه استشاره وراء استشاره سياسيه انتخابات وراء انتخابات. اليوم سيد رئيس الجمهورية في تصريح يقول لنا اليوم تحط حجر الأساس في مسار جديد
حجر الاساس انا باي نسبه في الاقباء نحبوا نعرفوا معناها كونتراديكسيون كبيره قاعدين نعيشوا فيها. حجر الاساس نتاع شنو المسار الجديد، شنو يرمي المسار الجديد، معناها نبداو نحسبوا من الاستشارات السابقه السياسيه والانتخابات السابقه والمحطات الانتخابيه اللي تعدات الكلها ما فاتتش 10% 11% اللي هي 11% نسبه اقبال اضعف دوله في العالم، اضعف نسبه اقبال في اي دوله في العالم. ونحب نوضح حاجه للمشاهدين والمواطنين، راهو كيف نقولوا او ننسبوا معناها شعبيه معينه لسياسي معين ايا كان، راهو رئيس جمهوريه رئيس حكومه رئيس حزب اللي هو، راهو يلزمها تكون كونكريتيزي معناها سور تيران. باه اذا كان الناس ملتفه اليوم، اذا كان الشعب التونسي بكله ملتف كما يحكيوا يروجوا في المنابر الاعلاميه، ملتف حول مسار 25 جويليه مثلا، باهي هو المسار دعاه في قداش من محطة انتخابية ودعاه لقداش من مشروع نتاع قاعدي وندرى شنو هذاك الكل. اي وينها الجماهير الغفيرة اللي ملتفة حول شخص من قام بهذا المسار ولا حول هذا المسار؟ وينها باش تهبط للشوارع وتهبط لمراكز الاقتراع وتغزوها وتثبت وتعمل نسب نتاع 60 و70 و80 و90% باش وقتها نقولوا فما التفاف شعبي حول شخصية معينة او التفاف شعبي حول سياسي معين؟ وينو هذا الكل؟ نحب ان سمعت في المنابر ذا كيف الا المترشحين بيدهم، فهمت لما سمعتهم من المترشحين اللي استدعوهم كونهم مش فاهمين شنو دورهم، رغم دورات التكوين اللي قالت عملتها ليزي وكل شيء، تحسهم مش فاهمين شنو ادوارهم. معناها اللي يقول لك باش نبني مستوصف، اللي يقول لك باش نبني درا شنو، اللي يقول لك باش نبني مدرسه، اللي يقول لك اش باش تبني؟ باش تبني؟ انت تعرف شنو الميزانيه نتاع 2024 شنو فيها؟ تعرف ميزانيه 2023 اللي تسكرت شنو فيها؟ تعرف كل قطاع وكل وزاره شنو مخصصين له؟ تعرف كل مجلس جهوي قداش الميزانيه نتاعو وشنو خصوصياته، تكفيه ولا ما تكفيش باش يوصل يبني حاجه جديده؟ بون، عديد التساؤلات تطرح، ولكن نقولوا زاده الا فما راهو ميزانيه جديده باش تخصص للمجلس هذا في تونس. معناها احنا شوفوا معناها الخسائر اللي تكبدتها الدوله التونسيه والوقت اللي ضاع. انا نقول حاجتين، معناها شوف قداش خسرنا وقت وقداش خسرنا فلوس، اي بوركوا فير بوركوا اجوتي، معناها شنو تضاف، شنو تزيد، شنو هالمسارات الخارقه للعاده هذيا نتاع منصات الصواريخ ونتاع هذا الكل، شنو فاد تونس، شنو باش تفيد الشعب التونسي، شنو فيها كيل بلوس؟ معناها جاوبونا، كان عندكم نتوما اجابه في بلايصنا جاوبونا، احنا ما نتهجموش، نعطيو في نقد معناها بناء وموضوعي به. وان شاء الله عاد ما نشوفوش عرايك بين زوز مجالس، خاطر ابارامون بوادر بدات ظهر لي المجلس النيابي يقول لك شنو هي صلاحيات هالمجلس هذايا نتاع الاقاليم ونتاع الجهات ونتاع المحليات ودرا شنو، وشنو صلاحيات باش تدخل بعضها نتاع هذم وهاكم، وقال لك فما حاجات لازم يصدقوا عليها الزوز باش تتعدى اكسيتيرا 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 من هالتخلويث اللي قاعدين نعيشوا فيه ولا قاعدين نشوفوا فيه مالوريزمون. واليوم كيف كذبت انه المواطن التونسي والشعب التونسي نفر الاحزاب السياسيه، اليوم تكشفت عاد بعد قداش من محطة انتخابية وقداش من 8.9.10 وهذاك الكل، يظهر لي اليوم بان بالكاشف اللي هي غالطة الطرح هذا يا إعلاميين، راهو غلط ما عادش تقولوه، خاطر الأحزاب السياسية مع اختلافي مع اللي تحبوا أنتوما، معناها نحن أنا شخصيا مقتنع كونه فما حزب سياسي وحيد ينجم يمثلني وينجم يكون منقذ التوانسة لو الحزب الدستوري الحر، لكن الأحزاب السياسية كانت تأثر في ناخبيها وتأثر في قواعدها وتهبطهم للميدان وتهبطهم للانتخابات، ونسبة الانتخابات ما كانتش تكون كارثية بالشكل هذا. دونك حتى كان باش نحكيو معناها هكا علميا، معناها باش نحكيو باش ناخذوا دي كونكلوزيون معناها كون بو تيغي توا التجارب السابقه كلها والتجارب الحاليه. دونك الطرح نتاع كونه الاحزاب السياسيه انتهت وانه المنظومه نتاع الاحزاب وفات وما عادش تجيب، غلط. المنظومه الحاليه هي اللي ما عادش تجيب، المنظومه الحاليه وما دعت له من محطات انتخابيه هي اللي ظهرت صفر فاصل، وهي اللي ظهرت تعرفوا اش معناها، راهو حتى كان بدا زين باش تلحق ال 10 و11 فاصل، راهو فضيحه، راهو كارثه، راهو امكانيات الدوله كلها سخرت لإنجاح هذه المحطة، راهو الإعلام سخر لإنجاح هذه المحطة، وين تحل راديو خاصة وطني، معناها إذاعة وطنية، وين تحل إذاعة وطنية لازم تلقى سبوت ببليسيتير على الانتخابات، وين تحل كذا لازم تلقى سبوت ببليسيتير على الانتخابات. اليوم في هالمحطة هذه ربما اللي انتفع هو الحماية المدنية، معناها ما فماش نظرا لك الضغط الكبير برشا نتاع الصفوف اللي متاليه والناس اللي فوق بعضها كي سردينا، دونك ما يظهر لي ما فماش اضرار معناها جسديه وما فماش نتائج لك الاختناق الكبير هذاك. دونك الحمد لله الحمايه المدنيه قامت بدورها اليوم، وتحيه لاعوان الامن والجيش كيف اعوان التنفيذ اللي قاموا بدورهم وامنوا وتنقلوا ومشاو للمكاتب الاقتراع، لكن المواطن التونسي قال لكم راهو ما حاشتنيش بها الانتخابات هذه وراهو ما عندها ما تضيف لنا، ولليوم يسالوا العباد انتخابات نتاع شنو؟
هاو اليوم انتخابات والعباد تسأل انتخابات متاع شنو. دونك يظهر لي رسالة واضحة جاتهم من الشعب التونسي، معناها على قدام جماعة مواصلين، على الأقل الزعيم بورقيبة قبل كيف كان يستشرف وكان يعمل قرار ما كانش يعرفوا الشعب التونسي، ولا يعمل حاجة جديدة، ثورة جديدة بالحق، ثورة حقيقية فكرية كما تعدد الزوجات ومنعه من 56 الزعيم بورقيبة وقتها. وقتها الأرضية ما كانتش مهيئة لأفكار كي من هكا ولبرامج كي من هكا. لكن شوفوا اليوم، اليوم المواطن التونسي معناها شوفوا قداش استنفع من تلك القرارات الثائرة، من تلك القرارات التي غيرت مجرى التاريخ في تونس وفي عدد في عديد الدول العربية، إلا اقتادت بتونس وتجربة تونس. دونك كان فما استشراف للأحداث، كانت فما قراءة معمقة، كانت كل ما يتخذ موقف دبلوماسي زعيم بورقيبة والدولة الوطنية وقتها، حتى الوقت بن علي معناها كان فما مواقف دبلوماسية ثابتة يضرب بها المثل، والحقيبة الدبلوماسية كانت حقيبة ثقيلة ما تتعطاش للي يجي، تتعطى للي هو أهل لها، وتتعطى للي هو يمثل بلادنا في أحسن تمثيل، وإلا اللي هو يعرف كيفاش يوصل الموقف التونسي السيادي، كي يعرف كيفاش يوصل هذا الموقف من غير ما يعمل مشاكل مع الدول الأشقاء ودول الأجانب، من غير ما يعمل لنا مصايب كيما اللي عملوهمنا من 2011 لليوم، والمشاكل الدبلوماسية اللي وقعت مع سوريا بهكا أصدقاء سوريا وغيره 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 وغيره، برشا من المشاكل اللي وقعت وصارت. اليوم هاكم شفتوا أنه التغيير على أرض الواقع راهو يتطلب قراءة معمقة وفهم معمق لخصوصيات الشعب التونسي كما كان يعمل الزعيم بورقيبة. هاكم شفتوا التجارب الاستشرافية الحالية هذه متاع تصحيح المسار قداش جابت، ما فماش التفاف شعبي. وعلاش هذا الكل؟ احنا توا نعمل في ايتا دو كومباريزون، علاش؟ خاطر الزعيم بورقيبة علاش نجحت الاستشرافات نتاعو؟ علاش الحاجات اللي كانت ثورية ولا قام بها والقوانين اللي سنها ثورية على المجتمع التونسي نجحت؟ لأنه فما التفاف شعبي وعاطفي كبير حول شخص الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة. وقت اللي زعيم الراحل لحبيب بورقيبة ياخذ قرار في كيما هكا تعدد الزوجات ولا غيره ولا غيره، دونك الشعب التونسي الكل يلتف حوله ويهبط للشارع. الشعب التونسي الكل يقول له اي نعم احنا مؤمنين بفكرك يا زعيمنا، واحنا موجودين لهنا لدعم كل المشاريع التي ترنو انك ترسخها في تونس ولا انك تمشيها في الدولة التونسية. وهذاك هو الفرق واضح وجلي. اليوم نرجع ونختم، ما نطولش عليكم اكثر من هكا، اللايف نتاع الليله طويل شويه. اليوم نرجع ونختم، اليوم الصفوف اللي ريناها الكبيره في مراكز الاقتراع، وريتوا الصفوف في الايام الاخيره في عزيزه ومونوبري ومغازان ولي غراند سيرفاس على المواد الغذائيه. اليوم الصفوف الحقيقيه هي على المواد الغذائيه. العرك والمعروك والتراصف والتزاحم الكل والتصافف الكل على كيلو سكر، والعرك والمعروك والضرب والمضروب، وعلى دبوسة زيت ورشمان بستيلو ولينا باش ما يقمروك ما خذيتش إدرة أخرى زيت زيتونة و و و و. دونك اليوم الصفوف الحقيقية، افهموا يلي تحكموا في البلاد، راهو أولويات المواطن التونسي اليوم هو توفير المواد الغذائية الأساسية، ما هواش متاع رجال الأعمال الفاسدين و و و و و والاحتكار والاحتكار والاحتكار، وإحنا بدينا سلطة الدنيا والآخرة ونتفرجوا على الاحتكار ونحكيوا على الاحتكار ونحكيوا على كذا. راهو أولوياته المطلقة هو المواد الغذائية، بدل صرف تلك الميزانيات الضخمة على محطات انتخابية فاشلة بكل المقاييس، كان من الأجدر ومن الأنفع تخصيص هالفلوس هذه للمواد الغذائية ولضبط سياسات غذائية واقتصادية واجتماعية ناجعة تفيد الشعب التونسي، تو سامبلومون، مش أكثر من هكا. دونك هذا شنو قال لكم الشعب التونسي، وهذا شنو جاوبكم الشعب التونسي. ونختموا في الختام بأغنية رائعة على بصوت فنانتنا القديرة صوفيا صادق، شيد قصورك على المزارع، أغنية لأحمد فؤاد نجم، الناس كلكم تعرفوها، أغنية ثورية تتطابق مع ما نعيشه اليوم في عديد المجالات في العالم العربي وفي تونس بالتحديد. نختم بهذه الأغنية الرائعة وبالصوت الرائع صوفيا صادق، وموعدنا إن شاء الله في لقاءات مباشرة أخرى. تصبحوا على خير، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل التونسيين. يعطيكم ألف صحة على حسن المتابعة، على هذا العدد متاع المشاهدات المشرف، على عدد التعليقات الأكثر من مشرف، على عدد النشريات الأكثر من مشرف، والبرتاج اللي قاعدين تعملوا فيه. احنا ما يهمناش تلاعبهم بعدد المشاهدات، نعرفوا اللي هما في البريود الأخرى، ولاحظتوا انتوما فما تلاعب كبير. بعد ساعات الفيديو يقول لك رانا ما نجموش نبارتاجيوها، نجي جو فيغيفي نلقى روحي بيدي اني ما نجمش نبارتاجيها من بروفيلي، فيديو على الباج ما نجمش نبارتاجيها من بروفيلي، ما نعرفش شنو قاعدين يعملوا بالضبط. لكن احنا قاعدين نتكلموا على المبدا، احنا قاعدين نتكلموا لاناره الراي العام، احنا قاعدين واخدين امانه على عاتقنا ومسؤوليه كبيره في رقبتنا لازم نواصلوا فيها. يتفرجوا
10,000 كهو يزي، يتفرجوا 20,000 30,000 يزي، يتفرجوا 200,000 300,000 الحمد لله على كل حال. لكن المهم دورنا قمنا به على أكمل وجه، وهما السياسات اللي قاعدين يخدموا بها توا على مستوى الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي سياسات قذرة، لأنه مفضوحة ومكذوبة. إنك تجي تشوف فيديو مازالت ما كملتش وفيها 5,000 و6,000 تعليق، ومن بعد تلقى فيها 1000 فيو، دونك ظاهرة اللاعب متاعك. انك تشوف فيها 6,000 تعليق الفيديو ما زلت ما كملتش، اللايف ما زال ما كملش، وتلقى معاه 1500 بارتاج و1800 بارتاج و2000 بارتاج وتلقى 1000 فيو، فمكشوف التلاعب نتاعكم بعدد المشاهدات. كيفاش 1800 بارتاجاو وهما ما شافوش، مسجله 1000 فيو بركه، معناه 1000 شافوا و1800 بارتاجاو. فهموا هنا كيفاش تصير هذيا، حتى حسابيا حتى علميا بدقه ترى، فهموا هنا كيفاش تصير. دونك احنا كيما قلت لكم ولا هممنا، خلي يتلاعبوا بعدد المشاهدات كيما يحبوا. احنا نعرفوا اللي صوتنا قاعد يوصل، احنا نعرفوا اللي عندنا دعم كبير 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 من الوطنيين والوطنيات الكل، مش كان الدستوريين والدستوريات، الوطنيين والوطنيات الكل اللي قاعدين يتبعوا ويشوفوا ويوزنوا في كلامنا ويقارنوا فيه مع الواقع المعيش توا، وقاعدين يخرجوا بدي كونكلوزيون كونكريت، ويقول لك اي وبرشا الاف المساجات والتعليقات اللي قاعده توصل لنا على الخاص، يقول لنا دكتور احنا رانا ماناش معاك في التوجه على الاقل الدستوري والا البرجيبي، لكن كلامك الكل صحيح، لكن اللي تقول فيه الكل واقع، لكن اللي تقول فيه والاستشراف اللي تعطي فيه الكل قاعد يصير واحنا قاعدين نقفوا عليه. احنا هكا يكفينا شهاده الوطنيين تكفينا. دونك يزي احنا تو كيف نخرجوا هكا بعدد المشاهدات هذايا، الا كيف يلموا بعضهم التلفاز والاذاعات الكل ما يحقوش العشر نتاعو. احنا يكفينا شرفا ويكفينا فخرا انه قاعدين نوصلوا في كلمه الحق للتوانسه، والا كلمه الحق قاعده تتسمع وتتشاف، هذا يكفينا فقط. ما نطولش عليكم اكثر من هكا، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه لكم جميعا، تصبحون على الف خير.